أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. السلام عليكم. السلام. انت في المسجد؟ انت في المسجد؟ good good. انت are you at masjid؟ yeah sorry bye bye sorry good. what was that السلام عليكم. وعليكم السلام. طلع الفجر علينا من ثاني قدم من ثاني. انت الحين فاتح تيك توك ولا وين فاتح؟ كل ايش؟ تيك توك. تيك توك السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ناخذ منك ثانية من وقتك؟ أكيد. أنت تسمعني صوتك في القرآن وأسمعك صوتي في القرآن. تفضل. بسم الله. بسم الله. أنت الأول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو
الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله حبيبي قلبي. تفضل اقرأ. فتح الله عليك فتح الله عليك. الله أمين يا رب العالمين أنت أيضا. تفضل اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما غلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا فهدى وجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. ما شاء الله بارك الله فيك. والله بارك الله فيك يا حبيبي. صوتك جميل جدا والله صوتك جميل جدا والله يا حبيبي. هذا من فضل ربي هذا من فضل ربي الحمد لله الحمد لله. وهذا كله نعمان من الله نعمان من الله. لا والله عندكم المذهب في ماليزيا مذهب ايه؟ مالكي ام شافعي ام حنيف؟ شافعي. نحن الإمام مالك بن أنس. مالك. والله يا حبيبي. شو اسمك؟ عمرو عمرو عمرو. وهو محمد 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 سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمي. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يا غالي ما شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام, السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. How are you? Good. Okay. That was okay. So where are you from? I'm living in London. I'm UK. Yeah, you live in UK. So actually, where are you from? You from UK? Iran? Well, I'm born in Romania, but I'm British citizen for years now. I live in UK for 16 years now. Oh, 16 years. So you are Muslim, right? Right. Yeah, convert Muslim. That was very nice. That was very nice. What is your name? It's Constantine. My name is Constantine. Constantine. Yeah. Oh my God. Have you met before Indonesian people in here? No. No. So this is your first time. I'm from Indonesia actually. Yeah, okay. Yeah, you see the flag is Russia, right? Well, I connect, I try to get in touch with the Russian people, you know, just for fun. And
he showed me the connection established with Russia. Well, the Indonesia, I think, is the biggest country with the most population, with the most Muslim population. That's true. That's true. Is more than 200, I think. Yeah, maybe. The majority, yeah. The majority of Muslim is very big in here. Yeah. So may I ask you which you are, Sunni or Shia? I'm a real Muslim now. Just being a Sunnah like that. Okay. So you are not Sunni, you are not Shia, you are not Wahhabi. No, you are just Muslim. Just a Muslim. Just a real Muslim. Not Sunni, really? Wahhabi like that, no. Okay. Because maybe I don't know what is Wahhabi, what is Sunni. Maybe my level is not up in there. It's, let's go to say the Sunni and the Shia. They disagree about. It's a politic stuff. Yeah, so basically, let's go to say the Sunni, they say they have to follow one of the relatives of the Prophet Muhammad, and the Shia, which the Shia, most of them, they are in Iran, they think they have to follow the one who been appointed by Prophet Muhammad. Not necessary from the family of the Prophet. Okay, now I understand. So how about you? Which you want to follow? I don't relate myself to none of them. I just say you step in the Quran and you see the life of our Prophet. Yeah. He didn't claim he's Sunni or Shia or Wahhabi. That's or right, other. That's right. I agree with you. Yeah, that's right. So, it's this one. Anyway, it's you are born? Sorry? Muslim. Born in Muslim, yeah. I'm Muslim, yeah. I'm born in Muslim. Can I share you something with you? Oh, yeah. Okay. I want to share you Quran. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi adkhil. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق beautiful. Yeah, I know that the Quran is very beautiful. May Allah bless you 1,000 times, my friend. I mean, you and your family. And you and your family too, inshallah. You know what that verse means? No, the verse means is praying to get into the right path and get out of the wrong path. That was the meaning of the verse. Yeah, nice, very nice. Yeah, I know that. Alhamdulillah. May see you again, brother. Amin ya Rabbul Alamin. Inshallah, one day, inshallah. Inshallah. See you. See you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
السلام عليكم. كيف الحال يا مدير؟ بخير الحمد لله. طيب طيب كيف حالك؟ والله اني بخير وعافيه مسهلا الحمد لله. شو اسمك؟ اسمي الشيخ عبد الله بن حماد المنصوري. الله حبيبي، تقرا القران؟ شويه. تفضل، اريد ان اسمعك. انت تفضل اولا عشان انا اتعلم منك. اكيد اكيد، اسمع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم.